البدلة العسكرية الأولى هي أرفع أنواع البدلات العسكرية مقاما، ترتدى عادة خلال فعاليات الدولة الاحتفالية العليا، ولا سيما تلك التي تنفذها المؤسسة العسكرية للبلاد، كما يرتديها قادة الجيش والمؤسسة الشرطية خلال الاحتفالات الرسمية للدولة، وكذلك في مناسبات مؤسساتهم العسكرية، ولا سيما خلال الاستعراضات العسكرية. يرجع تاريخها لتقاليد الجيش الملكي البريطاني، وسجل أول ظهور لها عام 1914، ولكن عام 1947 وهو عام تعميم هذه البدلة لتكون ضمن مكونات البدلات العسكرية النظامية. وكانت لقوات السلطان المسلحة كلمتها في بروتوكول الأزياء العسكرية العربية، حيث دخلت هذه البدلة تقاليد البروتوكول القيافة العسكرية العمانية بعد النهضة بعام، وذلك عام 1971. وبرع جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه في ارتدائها في مختلف المناسبات الوطنية العليا، وخاصة في الاستعراضات العسكرية وأيضا المشاركات الرسمية العسكرية الخارجية. ترتدي مع هذه البدلات المكملات الآتية: الرتب المطرزة بخيوط ذهبية المستندة على قواعد حمراء مثبتة على كتافيات المراسم بعقد تطريزي من خيط مضاعف ومذهب، الأوسمة التقديرية والتكريمية التي يحملها جلالته وعلى رأسها وسام الشرف الأعظم السلطاني، وسيف القيادة السلطاني الذهبي، وكردون القيادة العسكرية الذهبي عند الكتف الأيمن، وكفوف اليد تكون بيضاء. ارتدى جلالته رحمة الله هذه البدلة كثيراً خلال الاستعراضات العسكرية الكبرى، والتي تكون بمناسبات العيد الوطني للبلاد من نسختين ذي التوشيحات والتطريز المذهب والعائدة لتشكيلات قوات السلطان المسلحة، والنسخة الثانية كانت بنقوش وتطريز فضي والعائدة لشرطة عمان السلطانية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. شكرا لحسن المتابعة.